عليكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مظاهرات شعبية تهتف ضد هيئة تحرير الشام في كل من مدينة إدلب وبنش وجسر الشغور ومعرة مصرين وسرمدة وغيرها من المناطق التي تطالب بإسقاط الجولاني وتبييض السجون وحل لجهاز الأمن العام ورفع الضرائب. تعذيب طفل بطريقة وحشية على يد زوجة أبيه المسجون في مدينة الباب شرقية حلب، ومصادر تحدثت عن توقيف الشرطة المدنية في المدينة المتهمة وإحالتها للتحقيق. إصابة شاب بطلق ناري في مدينة إدلب جراء إطلاق نار كثيف من قبل أتباع المدعو أبو ماريا القحطاني عقب خروجه من سجون فصيله تحرير الشام. الائتلاف الوطني السوري يدين المجزرة بحق جامعي الكمأة في منطقة كباجب في بادية دير الزور، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح تحقيقات دولية شفافة حول المجزرة وإدانتها دولياً. مديرية أوقاف مدينة عزاز تقدم كتاباً إلى النائب العام في المدينة تطلب من خلاله تجريم كل من يفطر جهراً في رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وسائل إعلام مغربية تحتفي بشاب سوري أنقذ طفلاً مغربياً سقط في حفرة عميقة للأشغال في ناحية بني ملال وسط المغرب.